مساء الخير. في سحنتها بعض من تراب أرض مقدسة، وفي أنفاسها رائحة تين وزيتون وطور سنين، وفي صوتها أصداء أهازيج الأعراس العتيقة وبحة أغنيات الشيخ إمام. فنانة من 24 قيراط وممثلة من خارج السرب، لا تشبه سوى نفسها، سوى امرأة من فلسطين قلبها على بلدها وعينها على الحرية، مجبولة بالدمع بالأحلام وبالتوق إلى فوق، إلى حيث ينبغي أن ترفرف راية الحق حرة مستقلة، إلى حيث ينبغي أن تعلو أصوات المبدعين الخلص لأجل إنسان أكثر فرحا وحبا وحرية. نرحب بها اسما على مسمى، ونقول على الرحب والسعة، على الرحب والسعة أيتها الفلسطينية الأردنية النادرة نادرة عمران. أهلا وسهلا فيك وشرفت بيروت. الله يخليك، شكرا كثير، شكرا كثير كثير. يعني شو بدي أحكي بعد ما حكيت، خجلتني والله. لا بتستاهلي أكثر من هيك، واسمحي لي هيك ببداية اللقاء قول للأردنيين الحمد لله على السلامة. كنت عم تخبريني قبل ما نبدأ أنه اليوم صار هزي بعمان. الحمد لله كانت كثير بسيطة والحمد لله، يمكن ما حسوا الناس بيها كمان يعني الحمد لله. ولكن الأخبار سمعتيها حضرتك بالأخبار؟ مسيجات اجتني من عمان، ما بعرف وين سمعينها. فإذا كان الخبر صحيح من أنه الحمد لله، الحمد لله على السلامة. واسمحينا نبدأ بريبورتاج عن حضرتك ونشوفه سوا. هي أمينة، وضحة، أم حسن، هي الأم في كل حالاتها، هي كتلة تراجيدية رومانسية، هي بركان حضور. أكثر من 500 عمل مسرحي، سينمائي وتلفزيوني رسمت مسيرتها الفنية المتألقة، آخرها الاجتياح ونمر بن عدوان. نادرة عمران ممثلة مثقفة، ممثلة حتى النخاع، تملك تأثيراً وحضوراً قويين على الرغم من بساطة أدائها وتغلغلها في تفاصيل الشخصية التي تؤديها. يا ولد يا الياس! الياس! شو بدك؟ ولك طالع وانت بهالحال، انزل جاي! شو بدك يا رزقك بنزقك، أنا ما عندي ها؟ وين؟ ما أنا فضايح يا ولد! انزل جاي! انزل جاي! ولدت نادرة عمران لأب وأم يتذوقان الفن، وورثت الصوت الجميل عن والدها المبدع في أداء الدومة الهلالية على الرغم من معارضته دخولها المجال الفني. فنانة شاملة تكتب، تغني وتمثل، أجادت أداء أدوار المرأة الفلسطينية ونجحت بتجسيد معاناتها عبر العديد من الأعمال. تنقلت وتألقت في رحلة حرحش، زخارف الخلخال، يقظة، قلقامش، فعلى خشبة المسرح تجد نفسها. امضي مكبل، امضي مكبل، تفنن في غرز خنجرك في جسدي. لا تزال صاحبة الأداء المؤثر تحتفظ بموروثها الوجداني وسمات نشأتها الأولى في بلدة حلحول قرب مدينة نابلس في فلسطين المحتلة. سيدة نادرة، شو اللي بيميز حلحول، مسقط رأسك، بلدتك الأولى قرب الخليل؟ وشو اللي بميز نساء حلحول؟ يعني هذا سؤال، انه انا اللي بميز حلحول انه انا انولدت فيها اول شيء. يعني اللي هي المكان اللي انولدت فيه بميزها كثير العنب، هي المنطقة الأولى في فلسطين أو القرية الأولى في فلسطين في تصدير العنب، حتى في لوحة معروفة اللي هي حلحولي يا عنب، العنب بحلحول حتى في 20 نوع عنب يمكن. فأكثر شيء بميزها العنب. يعني قديه فيكم أهل حلحول، قديه فيكم من سمات وصفات الخلايلة
يعني أبناء مدينة الخليل. شوف أنا أمي خليلية وأبوي حلحولي، فبدي أحكي لك شيء. الخلايلة دائما بالنسبة لهم إحنا فلاحين، فدائما نروح عند إخوالي قولوا إجوا ولاد الفلاح، نروح عند نكون بحلحول يجوا القرايب كذا يقولوا هدول أولاد المدنية، فإنه هدول مدن وهدول فلاحين، يعني هاي السمة اللي كله بتناقلها. ليش ابتسمتي لما سألتك عن الخلايلة؟ لأنه معروفين بالنكت. يعني كل النكت اللي بتصير بفلسطين عن الخلايلة، يعني زي ما بسوريا مثلا بيعملوا نكت على حمص. زي بمصر بيعملوا على صعيد، فالخليل هي حمص فلسطيني. فيكي شيء من الخلايلة؟ بحب يكون في شيء من الخلايلة. شو بتحبي لو صار لك انه يكون فيكي شيء من الخلايلة؟ يمكن اكثر شيء موجود بالخلايلة التواصل الاسري. عندهم تلاحم اجتماعي غير طبيعي، يعني انا ما شفته حتى مش موجود بحلحول عنا. العائله كلها لما يعملوا مثلا وجبه او يعزموا حدا غريب او كذا، بصروا دائما انه كل القرايب من وين مكان يكونوا موجودين فيها، فعندهم تلاحم اسري كثير فظيع. ما عندي اياه، يمكن بسبب شغلي بسبب وضعي ما بعرف. بس شو هي ميزات البيئة اللي نشأت فيها حضرتك، غير أنه حلحول فيها كروم عنب وأكثر قرية فلسطينية أو بلدة بتصدر عنب، يعني هالبيئة أدي فتحت آفاق أمامك أو أدي أقامت سدود حواجز. أو جدران أو حواجز؟ بالبداية كان بالنسبة لي كلها حواجز، يعني كيف الواحد لما يطلع لما يوصل لأشياء بده إياها، كيف لما برجع بالذاكرة برضو بحب هاي الحواجز. بالبداية كنت بس بدي أخلص من هاي الحواجز لأنه متعصبين كتير وما بدهم. حلمي كان الأساسي أني أنا أكون ممثلة. ما كان بده هذا. مع أنه والدك يعني حافظ السيرة الهلالية وبغني الدومة الهلالية، ووالدتك بتحب الفن، ووالدك بحب أسمهان وعبد الوهاب وإلى آخره. طيب ليش يعني بنحب الفن بس أولادنا لا، بنحب نتفرج عليه بس ما بس يكون هو بعيد عنا، ما نكون احنا مشاركين فيه. بتعرف هاي موجوده عند معظم الناس، خصوصا بهداك الوقت كانت اكثر، وبقريه اكثر. يمكن كان ابوي بعارض لانه ما بده العالم تحكي انه بنته صارت ممثله. بس احكي لك شغله استاذ زاهي، اخوي درس ديكور بمصر نادر. فلما درس ديكور عرفوا الناس انه ديكور مسرحي، شو صاروا يحكوا ابن شاكر عمران عم درس رقاص. حتى حكيتها باللهجه تبعت العمي، درس رقاص مهندس ديكور انه اي رقاص. فنان معناته رقاص. فكان بالنسبه لاهلك انه بدك تعملي رقاصه. فشاب مع احترام حتى لفن الرقص يعني. اي طبعا طبعا. فانه شاب حكوا عنه هيك، فكيف البنت؟ فلا، فكان الموضوع يعني منتهي حسمه انه ما في مجال ابدا ابدا. كاتبه حضرتك بمجله البيان نص شهادي بتحكي فيه عن التلفزيون لما دخل بيتكم، وبتقولي كان خامس او رابع جهاز تلفزيون بالقريه، وانه فرحه كان انشغلته قبل يومين من وصول من تشريفه للجهاز على البيت. سؤالي هو يعني حب التمثيل وعالم التمثيل من وين ولد عندك، وقديك كان في دور لهالجهاز جهاز التلفزيون بانه يزرع هالبذرة هاي؟ فعليا لما بلش ما حسيت عندي هذا الحلم او هذه الرغبه، كنت لما اتفرج على الافلام القديمه الابيض والاسود لفاتن حمامه وسعاد حسني بالتحديد، اكثر وحده سحرتني لهلا سحرتني. فكان عندي هيك دائما هاجس انه ليش ما انا اكون محل سعاد حسني، مش انه انا مثل زيها. ليش ما أنا أعمل زي ما بتعمل سعاد حسني؟ ليش ما أطلع بأفلام زي هيك وأعمل شخصية دعاء الكروان مثلاً؟ من الأفلام كتير أثر فيه اللي هي فاتن حمامة. كيف فاتن حمامة لما ماتت أختها، وكان عنا قضايا هاي كتير نسمع وإحنا صغار، قضايا يذبحوا البنات عشان جرائم الشرف. فلما إجا دعاء الكروان إنه يا الله انذبحت أختها، كيف كان يا الله لو أنا أعمل الدور كمان بعمل زي فاتن حمامة هيك، وأنه أختي تنذبح ويطخها بدي أذبح، عرفت؟ فصار عندي هيك أنه أنا ليش ما أكون مع هدول الناس، أو ليش ما أكون محلهم كمان. شوف الجرأة. بالمدرسة كنت تأدي أغنيات الشيخ إمام وأغنيات أخرى،
كيف اكتشفتي الشيخ إمام؟ كيف وصلتك أغنيات الشيخ إمام؟ خصوصا أنه حضرتك لم تنتسبي يعني كبقية فتيات فلسطين أو فتيان فلسطين لا فصائل ومنظمات، كيف اكتشفتي هذا العالم، عالم الغناء الملتزم؟ يمكن الوضع، تعرف وضع الاحتلال الموجود، بخلي دائما أنت على تواصل مع الأعمال اللي أو الناس اللي برا لخارج فلسطين بعبروا عن اللي بعبروا عن قضيتك ومشكلتك. فكان من ضمنهم مظفر النواب والشيخ إمام مرسير خليفة، فهدول نجيبهم الكاسيتات الأغانيهم، حتى نجيب الكتب اللي بتحكي عن قضية. يعني كان في أهم شيء بحياتنا، كان غير إنه المعاناة اليومية اللي المعايشة مع إنه نشوف برا شو بيحكوا عنا، شو بيحكوا عن قضيتنا. فكان هاي من أعز الأشياء فعلياً اللي ممكن الواحد يقتنيها، ومن ضمنهم كان الشيخ إمام. طيب شو رأيك نرجع نستعيد شوي تلك البدايات أو تلك المرحلة ونسمع بصوتك مقطع من الشيخ إمام؟ الشيخ إمام إذا سمحتي. الله يستر. شو ما كان منك مليح، ماشي الحال. حلوا المراكب مع المغرب وفاتوني عالشط واقف بلا مركب وتركوني، ساعتها قلبي شهق يشهد عليه الشفا، بيني وبينك بحور الغربة يا داري، يا ناري يا ناري ما تطفي البحور ناري. يعني قبل ما أوصل على مرحلة عمان، كيف تجاوزتي رفض الوالد لأنك تدخلي هذا المجال، هذا الميدان؟ كيف تخطيتي المصاعب اللي ممكن يوضعوها الأهل أحيانا والعرائيل، والحواجز اللي ممكن البيئة ترفعها بوجه أي حالم أو أي مبدع؟ ربما كان الحظ بساعدني أكثر من سعي للموضوع. صدف أني تزوجت، خلصت المدرسة الثانوية العامة وتزوجت من مخرج مسرحي كان زميل أخوي، وأسسوا مع بعض فرقة بعمان، خالد الطريفي. فهذا فإنه أنا تزوجت صرت أكثر استقلالية. نعم. وصار في كمان يعني ظرف برضو قدري كتير محزن، هو وفاة الوالد. نعم. يعني للأسف طبعا لو ضل عايش أبوي ما صرت ممثلة يمكن كان أحسن، بس إنه كمان هذا الظرف القدري كمان ساعد بانه انا لما ابلش في موضوع التمثيل ما يكون فيها المعارضه. واخوي كان مؤسس الفرقه، فكمان ساعدني وجوده انه انا ابلش في تحقيق اللي بدي اياه يعني. فهذا اكثر شيء، وطبعا جرت. نعم. تزوجت ايضا من مخرج مسرحي اخر، شكله المسرح قدري يعني. هو الدكتور جواد الاسدي، المخرج العربي العراقي المعروف. نعم. أنجبت عبد الله وليلك. غير عبد الله وغير ليلك الله يخليهم، شو أنجبته؟ يعني هذه الشراكة لعدة سنوات، شو أثمرت على مستوى الفن، على مستوى الإبداع، على مستوى المسرح؟ أقول لك شيء، وأثمرت صداقة جميلة فعليا. نعم. يعني تربطني بجواد صداقة كثير رائعة وجميلة، وأثمرت بالنسبة لي، بالنسبة له هذا يعني سؤال يطرى عليه، بس بالنسبة لي في كثير يعني استكشافات كثير مهمه في عالم التمثيل. بتعرفي سالت يمكن حضرتك على التليفون لما كان جواد ضيفنا، او سال جواد انه العاده صداقه بتتحول لحب، بس الحب والزواج بصير صداقه؟ نعم بصير صداقه، وبصير صداقه على فكره كثير مهمه. يعني كيف؟ ما بعرف. فعليا ما بعرف، يمكن لانه تعرف الحياة الزوجية بتدخلك بمشاكسات أخرى لها علاقة بالواقع وبالحياة وبالروتين وباليوميات. في رح نسمع جواد شو بقول شو بحكي عنك، بس كملي لي شو هي يعني الأشياء اللي غير الصداقة وغير الأبناء
صعيد التمثيل كثير. نعم. انا استفدت من جواد، استفدت منه. انا استكشفت اشياء كتير، يعني مثلا استكشفت بصوتي طبقات ومساحات اخرى فعلا انا ما كنت بعرفه عنها وما كنت يعني مدركيتها بتجربتي مع جواد. في بروفاتي مع جواد اكتشفتها كمان. يعني بخليك جواد بالشغل على يعني عنده الشغل على الممثل كتير رئيسي واساسي، بخليك تنطلق، بخليك تكسر حواجز ذهنيه موجوده عندك اصلا. تعرف انا اصلا بنت فلاحه. نعم. فلما يعني ففي كتير حواجز نزعك باللبناني يعني نزعني طلعني من حالي زي ما بحكوها. نعم. خلينا لو سمحتي نسمع جواد الاسدي شو بقول عن حضرتك. الله يستر. يعني يمكن من الصعب بمكان انه اتحدث عن نادر عمران يعني بسبب انه ارتبطنا بمعايشه كبيره، يعني معايشه طويله الامد، وكانت ثمره هاي المعايشه ولدين حلوين جدا ورائعين جدا، عبد الله الاسدي ليلك الاسدي، هم مثل الان بحياتنا مثل شجره مضيئه عظيمه. هذا من جهه، بس اللي يعني يمكن الذي بقى غير الاولاد، غير فكره هذا الجمال الرائع لعبد الله وليلك، هي الفكره الاكثر سحر كانت في حياتنا بصراحه، هي فكره المسرح وخصوصا البروفا. يعني نادر عمران ممثلة من طراز استثنائي على خشبه المسرح. على خشبه المسرح كنا نتقاسم خبز البروفا، حياه البروفا، يوميات البروفا. كانت حياتنا الانسانيه متينه على خشبه المسرح، كانت حياتنا الصداقية متفجرة على خشبة المسرح، كان في شيء من التواطؤ الجمالي والمعرفي والإنساني كبير جدا على خشبة المسرح. ونادرة أنا بعتبرها يعني ممثلة يعني من طراز كثير مهم، لأنه نادرة كانت في داخل البروفا تبحث دائما عن خواص، تبحث عن جسد، تبحث عن روح، تبحث عن سؤال. وهي يمكن من الممثلات النادرات في الوطن العربي الذين لا يكلون، يعني هي شخص لا يتعب نهائيا، ولا يمكن ان يحس، يعني ما كانت تحسسني يوم من الايام خلال البروفا انه هي تعبت لا جسديا او فكريا او روحيا، انما كانت تطلب المزيد والمزيد والمزيد من البروفا، وكانت قلقه جدا. وبعتقد انه معيار قلقها كان جمالي وثقافي ومعرفي، بالاضافه الى هذا وذاك وذاك وهذا، أنه نادرة هي محدثة بشكل كثير رائع. يعني كانت تجمعنا طاولات ثقافية، كانت تجمعنا طاولات حوار وجدل ومؤانسات ومحبات، ويعني بعتبر أنه يعني المقطع اللي عشته مع نادرة داخل البروفا، خارج البروفا، في الحياة بكل معانيها بكل تفاصيلها، كانت ممتلئة وكانت تختزن الكثير من الجمال والكثير من المعرفة. المحدثة اللبقة اللي عم بشير إلى جواد الأسدي. بس ترى أحكي لك شغلة بالحلقة، أنا خايفة شوي. ما بدي لك، أنا بدي لك يبدو لحد هلأ خايفاني. أنا خايفة. ما طلعت بعد. بقول لك خايفة. صراحة. بصراحة خايفة. طيب. بعد الاستراحة. إلك رهبة. إلك رهبة. سنتابع الحوار. بهالفترة الصعبة صحتنا أهم شي، لازم تكون مسؤوليتنا وأولويتنا كلنا. خلينا نلتزم بالإجراءات ونساعد الأبطال يلي عم بيواجهوا الوباء ويساعدونا ننتصر ونتخطى أصعب مرحلة ليرجع لبنان ينبض أمل وحياة. أنا حبيتك من أول نظرة وكل شي لعيونك بهون بتموت وبتموت بتموت لعيونك. مشاهدينا نتابع خليك بالبيت مع الفنانة الأردنية الفلسطينية نادرة عمران، وحتى هيك رايحك أكثر وتطردي الخوف نهائيا. لك كثير من التحيات الليلي، والبعض منها وصل قبل بدء البرنامج بأيام. إحدى التحيات من الفنان عامر الخفش
كتب لك نص طويل رح اختار منه اقتطف. نادرة عمران التي عمرت بيوتا وقصورا عامرة بالأداء التمثيلي الرائع في أي عمل قامت به مسرحيا وتلفزيونيا وسينمائيا، هي فدوى طوقان لحد العظم، ويافا لحد النخاع، وأسماء بنت أبي بكر لحد الانصهار. هي مثقفة وقارئة ومجتهدة، لذا لا تقبل بالمساومة ولا تهادن عندما تقدم عملا ما. هي تلك النادرة، فاسمح لي أن نقلدها وسام سارة برنار الشرق. حقيقة لست منحازا بقدر ما أود أن أشير إلى أنه من لم يشاهد هذه القديرة على المسرح فات عليه الكثير 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 من معنى الحضور القوي فوق الخشبة. مجنزرة تمثيل مصفحة، عم يستوحي المجنزرة ماكبث اللي حضرتك قدمتيها. فلا تغرك ابتسامتها أمامك حاليا، واحذر من إيقاظ جنية التمثيل الفرعونية في داخلها لتمر الحلقة بسلام. الفنان عامر الخفش من عمان الأردن أرسل لك أيضا كتحية هذه الباقة من الورد، وبيقول كل التقدير لك، حبة الندى زي السماء بالليل ومطرزة بنجوم. شو بدي أحكي لك يا عامر؟ مش عارف شو بدي أحكي لك يا عامر، بس أنا يعني هلأ كتير انفعلت، يمكن كمان لم يبدو على وجهي أني أنا انفعلت، بس أنا كتير انفعلت، وكتير شكرا لك عامر. و خلينا يعني ننطلق من رسالة عامر لنحكي عن عمان. عمان العاصمة الأردنية بمناخاتها بأجواءها بما فيها، ماذا منحتك؟ أي عالم اكتشفتي يا ابنة حلحول يا فلاحة حلحول والخليل؟ شو لقيتي بعمان وشو عطيتك عمان؟ عمان أعطتني مساحة، المساحة الكبرى في حياتي فعليا. حققت الحلم تبعي إن أنا صرت ممثلة. نعم. عمان اكتشافات أخرى كمان على الصعيد الإنساني، على صعيد العلاقات. تعرف قرية مغلقة مسكرة في فلسطين، اللي هي كل شيء مسكر أصلاً، حتى الحدود مسكرة، كل شيء مسكر. طلعت من حلحول، اعتبرت حالي إن أنا طلعت من قرية مسكرة إلى مدينة مفتوحة اللي هي عمان. حتى أنا لما أول مرة رحت على عمان فعلياً ما أخذت حقيبة، أخذت معي زيت زيتون، تنكة زيتون، تنكة زيت. فبالنسبة إلي عمان الاستكشافات الأخرى اللي فتحت لي المساحة الكبرى لاكتشاف الحياة والتمثيل، وعمان أنجبت فيها عبد الله وليلاك. ويعني عمان يحكى عادة عن صدمة ابن الريف بالمدينة، إنه عادة ابن الريف لما بينزل على المدينة بيحصل عنده نوع من صدمة. هل حصل مثل هذا الأمر ولا صدمات كثيرة من أي نوع؟ زي ما حكيت لك بالاكتشافات، صدمات علاقات الناس. نعم. كثير بالنسبة لي كان غريب إنه أنا ما أعرف مين اللي ساكن جنبي، إنه ما أعرف مين هذا ماشي بالشارع، لأنه حلحول كلنا بنعرف بعض. صباح الخير، مساء الخير. أي واحد يمشي بالشارع عارفين بالضبط، إنه الناس ما بتعرف بعض، فبالتالي ما بتتخالط مع بعض، ما بتحكي مع بعض بنفس الطريقة اللي موجودة عندنا بحلحول. لكن هذا بالنسبة لي ريحني من جانب آخر، إنه صار في وقت أكثر إنك يعني تشتغل على حالك أكثر، تستكشف حالك أكثر. كتير في اكتشافات على فكرة، إذا بدي أحكي لك في اكتشافات بسيطة جدا على مستوى يعني الأشياء اللي ممكن يعني نتناولها أو نشربها، إنه هاي الأشياء ما كانت موجودة عندنا بالريف، اكتشفتها برضو بعمان. الاكتشاف الثاني اللي هو الأهم، اللي هو المساحات اللي غير منتهية من اكتشاف البشر واكتشاف عوالم البشر. يعني قبل ما نحكي يعني هيك نغوص بموضوع التمثيل وحضرتك كممثلة، يمكن تميزتي بأداء كممثلة بأداء أدوار المرأة الفلسطينية. نعم. الأم الفلسطينية إلى آخره. لما نحكي عن المرأة الفلسطينية، هل هناك سمات محددة للمرأة الفلسطينية؟ يعني أم أنه نوقع المرأة الفلسطينية في النمذجة وفي النمطية، وكأنه المرأة الفلسطينية يعني نموذج واحد هو المرأة التي تضحي وترسل أبنائها إلى الاستشهاد، ويعني لا هم لها آخر؟ ترى هذا موضوع كتير مهم، وأنا يمكن بدور الاجتياح حاولت هاي يعني بالضبط هذا المفصل يكون رسالتي من هذا الدور، أنه المرأة الفلسطينية كما بنشوفها بوسائل الإعلام أنه وراء بكون ابنها شهيد وحاملينه بدهم يدفنوه، فهي بتكون بتزغرت. نعم.
كتير قاسي هذا الحكي، يعني قاسي أنه ممكن ينتقل بهاي الصورة المبسطة. نعم. لأمومتها ولمشاعرها ولإنسانيتها حتى، يمكن بتزغرد ولكنها تبكي أيضا ولوعة الفقدان. بالضبط، ما هاي الطاقة، يعني أنا بدي أقول هاي الطاقة عظيمة عندها. نعم. اللي تودع ابنها بهاي الطريقة اللي فيها زفة العريس وما فيها الحزن والبكاء الظاهر، لكن هذا شيء إنساني لا نقاش فيه، أنه أكيد بكون قلبها ينفطر، أكيد بكون متمنية بهاي اللحظة تموت، أنا متأكدة يعني. فحتى بدور الاجتياح حاولت أمرر هاي، لأنه أستاذ شوقي الماجري طلب مني أزغرت. نعم. وأصر، قلت له أستاذ المخرج التونسي، المخرج التونسي المخرج الاجتياح، قلت له أستاذ شوقي بلاش أزغرت، بلاش يصير اللي هو الصورة النمطية. نعم، كليشي النمطية. حكى لي لا نادرة مشكلتك بدك تصغرتي. هلا انا لما حكى لي بدك تصغرتي صفنت بيني وبين حالي انه ما بدي تطلع الزغروتة كما تطلع بوسائل الاعلام، لازم شوي اديها او 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 اوصل لها بنمط تمثيلي شوي يبين انه الموضوع مش بهذه البساطة. ان شاء الله اكون وفقت. برايك المرأة الفلسطينية بحالاتها المتعددة انصفت بالدراما العربية ام ظلمت؟ ابدا، القضية الفلسطينية بالكامل لم تنصف بالدراما العربية على الإطلاق. يعني بالفترة الأخيرة صار يظهر أعمال درامية بتتناول القضية الفلسطينية من جوانب يعني مختلفة، لكن القضية الفلسطينية لم تنصف. يعني 70 سنة من هذا الجحيم لم يعطى يعني الإضاءة أو الإضاءات الكافية على الإطلاق. فالمرأة الفلسطينية جزء من هذا المظلوم في الدراما، يعني أو ربما الأدب أعطى القضية الفلسطينية أهمية أكثر، حتى الشعر الرواية كله، لكن الدراما لا. المرأة الفلسطينية كتير حلو أنه الواحد يروح للجوانب الإنسانية برضو، دائما بنشوفها بالدراما، حتى أنه هي أم الشهيد. نعم، أسطورة هيك، بطلة. طب ما هي بني آدم، عندها إنسان أولا وعندها تفاصيل وعندها حياة وعندها تعب ومعاناة في بناء الحياة كمان، مش بس بتوديع الحياة بهاي الصورة النمطية، حتى في بناء الحياة وبناء المجتمع الفلسطيني. نعم. بناء فغير منصف. رح تابع بهالنقطة، وخصوصا بمسلسل الاجتياح، لأن كمان طالته كثير من الانتقادات، يعني تعرض هذا المسلسل مع أنه حضرتك بتعتبريه من أهم الأعمال اللي عرضت بال2007. نعم. وهيك قلتي لمجلة سيدتي باستفتاء عملوا، ولكن قبل خلينا نسمع شهادة بحضرتك. سمعنا لجواد يعني بالصوت والصورة، نستمع إلى صوت أحد المبدعين العرب الكبار المخرج الأستاذ هيثم حقي. قدمته معا مسلسل أيام متمردة، وأديت شخصية امرأة فلسطينية بالعمل. ألو. ألو، مساء الخير أستاذ هيثم. مرحبا أستاذ زاهي، أهلا وسهلا، اشتقنا لك. ونحن بالأكثر، ومبروك أنه عودة خليك بالبيت. الله يخليك، برنامج فعلا له قيمة كبيرة، وأنا سعيد أني أرجع أشوفه مرة ثانية. والله ونحن سعداء أنك ترجع، إن شاء الله تشرفنا مرة ثانية تكون ضيفنا بس يسمح الوقت. نتشرف. الله يخليك. سعيد أنك عم تستضيف هذه الممثلة العظيمة اللي هي نادرة عمران. شكرا، وأنا سعيد أني أسمع شهادة من حضرتك فيها كممثلة. وأنا كمان كتير بسعدني وبشرفني أني أسمع وجهة نظرك أستاذ هيثم، أنه كان لي شرف كبير أني أنا اشتغلت معك عمل أيام متمردة. ست نادرة يعني ممثلة استثنائية برأيي، مثل ما قال قبل شوي جواد، قال إنه استثنائية على المسرح، هي خلينا نقول ممثلة استثنائية عموما، لسبب رئيسي إنها يعني بتأدي بشكل مؤثر جدا بسبب صدق الحالة اللي هي بتنقلها. التعايش عندها حالة تصل إلى حد التماهي، في هيك إحساس بأنك أنت فجأة بتصير أمام الشخصية مش أمام الممثلة. من أول لحظة اجت فيها بالأيام المتمردة وهي مثلت شخصية، صحيح هي شخصية واقعية، لكن الشخصية كانت ترمز إلى مجموعة كبيرة من النساء المتعلمات اللي
يعني أجبرتهم ظروف 48 على اللجوء إلى سوريا، وكان في مشاهد كتير مؤثرة بتحكي فيها عن أسباب هذا اللجوء، مشاهد اللي مع باسم ياخر ومع غسان مسعود اللي تزوجوا بالمسلسل، وفي مشاهد كتير هيك مؤثرة فيها في حالة من الصدق، موقفها النضالي الدائم اللي هي كانت تمثل روح القضية الفلسطينية في هذا العمل. الحقيقة إن كانت وجودها بالمسلسل يعني من الأشياء المفرحة جدا، وأنا عدا عن مستوى التمثيلي اللي كان كتير كتير مؤثر بالنسبة لي، على المستوى الإنساني هي صديقة عزيزة جدا، وأنا كتير سعيد إني تعاملت معها بمسلسل. يعني أنا بدي أحكي شغلة أستاذ هيثم، أنا يعني يمكن ساعدني كتير أنه أنا أكون بهذا الاستمتاع في أداء الدور شغلي معك، لأنه كتير أنت بتهتم بالممثل، كتير بتعطيه حقه وبتخليه مرتاح كتير، بحيث أنه يحس. هذا أكتر شيء أنا بتذكر لما ودعنا اللوكيشن الأخير وخلصت، فعلا بكيت لأني حسيت بالمجموعة الموجودة في قيادة الأستاذ هيثم حقي، أنه كأنهم أسرتي وكأنهم عائلتي، حتى حسسني أنه المكان هذا كأنه كتير بخصني وكأني عشت فيه من عشرات السنين. فجو الشغل معك أستاذ هيثم كمان بيعطي للممثل راحة بأنه يكون مرتاح ويعطي أحسن ما عنده. ألف شكر للمبدع الأستاذ هيثم حقي على الإضافة والنكهة الخاصة اللي بيعطيها لما يشارك يعني بأي برنامج، لأنه بيحكي من قلبه، بتحسي كمان بإحساس كتير عالي. الحقيقة يعني من شهادي عبر الهاتف إلى شهادي أيضا بحضرتك مصورة ومسجلة مع مبدع عربي آخر من لبنان، هو الأستاذ رفيق علي أحمد. الله. نسمع سوا. نادر عمران، ما بعرف شو بحس لما بدي أحكي مع ممثل ينتمي إلى المسرح، مع ابن مسرح، بحس ما بعرف في شيء هيك، كأنه في قرابة، في حنين، في عطف، بحس إنه كأنه شيء يعني عم ينقرض، عم بيروح. بحس إنه عند هذا الممثل في صدق أكتر، بحس إنه حتى الناس بتقدره، بتحترمه أكتر. نادرة عمران، أنت الناس بتحترمك كتير، لأنه وقت اللي بتطلعي وبتقدمي أدوار الناس، أدوار اللي عليها غبار الأرض، العالم بتقدرك، العالم بتحترمك لأنها بتصدقك. أنت من الممثلين اللي بفوتوا على دواخل الشخصية الإنسانية حتى يقدروا يقدموها، بيتعلقوا فيها المشاهدين بطريقة. أعمالك كتير أنا معجب فيها، معجب بأدائك، معجب بعملك على تقنية الممثل اللي فيك. أنت من الممثلين الكبار بالعالم العربي، ما بعرف ليش بس شوف صورتك على التلفزيون بحس انه انت بتنتمي لممثلين هيك، ما بعرف ليش بيجي على راسي إيران باباس. شو رأيك؟ مش عارف شو احكي لك انا، يعني هذا بيخجلني كل هذا الحكي، وكتير حاسة بالخجل الشديد، لانه الناس هدول الفنانين والناس بحبهم كتير وإلهم بداخلي مكان كتير كتير مهمة. يعني الأستاذ رفيق علي أحمد، لا أنسى يوم عرض الجرس في قرطاج، هو كان يعرض العرض على ستيج، أنا أول مرة بشوفه على المسرح، وبظن حتى الجمهور العربي أول مرة بشوفه على المسرح. لما طلعنا من قاعة العرض كان في عرض تاني كله حكي عن رفيق علي أحمد على المسرح. صحيح، في عمل متميز جدا الجرس، واخد عليه جائزة العربي أحسن ممثل، سبق وشافه بأعمال فرقة الحكواتي للأساس اللي هي كانت بلبنان، بس نعم. بالوطن العربي يمكن لأنه، ولكن أول عمل منفرد ربما بالضبط. فكان في عرض تاني خارج الصالة، كيف أدهش الناس بصدقه وحكى عن الصدق، وهو من أصدق الممثلين كمان.
حضرتك طبعا شكر كبير للاستاذ رفيع علي احمد. حضرتك انت عم يعني اعتبرتي مسلسل الاجتياح من اهم الاعمال الدراميه اللي شفتيها بال2007 او اللي عرضت بال2007، ولكن هذا المسلسل تعرض لكثير من الانتقادات، منها هذه الرسالة من خولة أبو عون، السيدة خولة أبو عون اللي بتحييك كتير وبتقول أنك يعني ممثلة رائعة، ولكن بتقول أنه هو مسلسل اجتياح متعوب عليه لكن في كتير من العيوب اللي لو بدأت عددها لاحتاجت لصفحات، وأنه فشل في نقل حياة الفلسطينيين بشكل طبيعي وركز على أيام الاجتياح القصيرة وجعلها مكررة ولم ينقل الحياة المعيشية والاجتماعية، إضافة لأنه لفت التطبيع مع اليهود ومحاولة جمع اللهجات الفلسطينية مع بعض، لأنه لهجات فلسطين متعددة جدا، بينما كان في بعض الممثلين عم بيحكوا يعني بيمزجوا اللهجات ببعضها، وهذا برأيي سبب فشل يعني عدد من الدرامات، أنه هاللهجة البيضاء اللهجة الضايعة وبتشير للدراما اللبنانية بهالمجال. الفاكس طويل طبعا، بعتذر ما بقدر أقرأ كامل، ولكن هيدا رأي خولة أبو عون. طبعا يعني أكيد يعني هي لها مطلق الحرية تحكي رأي، لأنه هو بالآخر للناس، العمل للناس. لكن أنا بدي أحكي لها شغلة، أنه هو ركز على هو أصلا اسمه الاجتياح. نعم. يعني الحدث اللي تناوله العمل هو اجتياح جنين وحصار كنيسة بيت لحم، فطالما عنوانه هيك معناته بدي ركز على هذا الحدث. لكن أنا بدي أحكي لها شغلة أو تفصيلة ربما ما انتبهت لها، ما بعرف ليش، وهي أنه داخل الاجتياح وداخل هذا الظرف اللي كله يعني قسوة، كان في نسيج إنساني كتير حلو في الشخصيات. نعم. وحتى أنا سر إعجابي بهذا العمل أنه عمل طرح الفلسطيني كبني آدم. نعم. مش بس كمناظر. هو الحقيقة كتب كثيرا بالصحافة، من يعني كتب عن ضعف المعالجة الدرامية، عن أنه النص ضعيف، عن أنه في تطويل وفي مط، عن يعني إلى آخره. ومع ذلك حضرتك بتعتبري أنه العمل الأهم، هل برأيك يعني لأنك شاركت فيه أو لأنه هذا العمل عملك فعم تعتبري صدقاً مش لأني شاركت فيه يعني؟ هل ظلم نقدياً برأيك؟ ظلم. يعني هالملاحظات مش من محلها، وليش مش من محلها؟ أحكي لك شيء، يعني يمكن أول عمل درامي بحط أو بوضع أو بكون فيه شخصية إسرائيلية. نعم. بالمعنى الإيجابي، وهي نعم. جديدة على فكرة وجريئة جداً كانت يعني. نعم. فأنا توقعت هذا الموضوع ياخذ جدل أكثر من تفاصيل الأخرى في هذا العمل. يمكن هاي من النقاط الجريئه جدا. طيب. هلا ما بدي احكي انا مع او ضد الموضوع. نعم. بس انه انا توقعت انه هذا اكثر جانب. طيب. هي نقطه جديره بالنقاش الحقيقه. اسمحي لي نتوقف مع استراحه ثم نعود الى الحديث عن مسلسل الاجتياح وايضا عن مسلسل نمر بن عدوان اللي شاركتي فيه حضرتك ولم يسلم ايضا من النقد، وحضرتك اكيد متابعه وبتعرفي هالموضوع. نادر عمران، قبل ما تابع أسئلتي لحضرتك اسمحي لي حي السيدة نجاة جزراوي من كندا بمدينة تورونتو، واتمنى لها الشفاء وإلا الحمد لله على سلامي. مشاهدي عزيزي اللي خليك بالبيت، علمت أنه كانت بحالة مرضية، بتمنى لها الشفاء وبحييها وبحي أسرتها وخصوصا دينا وهلا. واسمحي لي أيضا يعني أنقلك تحيات الكاتب الصحافي ياسر قبيلات من الأردن، اللي أيضا باعت ميل طويل شوي، ولكن
لكن بيقول في نادرة في الفن كما في الحياة، تمثل لحظة صدق وسنوات طويلة من الجد والاجتهاد وعمل دؤوب مثابر هو موضع احترام وتقدير كبيرين. تذهلني نادرة بقدرتها على إعادة رسم الدور المكتوب ليخرج على الشاشة شخصية مكتملة الملامح والمعالم، وتذهلني قدرة نادرة على تحويل هوية العمل الذي تشارك به ليأخذ هوية دورها سواء كان عمل كوميدي أو تراجيدي. والفشل الوحيد الذي يمكن أن أسجله لنادرة، يقول ياسر قبيلات، هو أنها لم تنجح يوما في أن تكون غير ملحوظة أو بعيدة عن التنويه والإشادة حتى حينما تؤدي أدوارا قصيرة أو صغيرة. وبيقول أنه حضرتك بتحظي بمحبة قل أن يحظى بها فنان، فماذا أنت فاعلة بحب الناس يا نادرة؟ ياسر قبيلات من عمان الأردن. شكرا كثير، شكرا كثير يا ياسر. ماذا أنا فاعلة بحب الناس؟ يعني يمكن هذا أكبر أو أهم كنز أو إنجاز ممكن الواحد يحققه بحياته، فشو بدي أحسن من هيك؟ ما في أحسن من هيك فعليا. قبل ما تابع نقاش موضوع مسلسل الاجتياح، خلينا نشوف مشهد منه ثم نرجع للاجتياح. نعم. مالك أمين؟ هيا حنان بألف خير. مصطفى لاحظت عليك التأثر، أنت عم تشوف نفسك. عين الموقف، عم بشوف الموقف، فعلا الموقف صعب كثير، بيجرحك الموضوع الفلسطيني. إنه أم، لا، وإنه أم تودع ابنها كثير صعب. يمكن هاي أقصى شيء ممكن يصير بالحياة لأي شخص بالعالم أو لأي امرأة بالعالم، إنه تفقد ابنها. بكل حال هذا دليل حساسيتك العالية ورهافتك. حضرتك بتأدي دور هالأم الفلسطينية، وابنك مصطفى في المسلسل يقع في حب فتاة إسرائيلية، يعني شاب فلسطيني مصطفى بيقع بحب يائيل اللي هي فتاة فلسطينية. لو حدث فعلا في الواقع، سؤالي لحضرتك، أنه ابنك عبد الله في الواقع ابنك الحقيقي أنه حب فتاة إسرائيلية، شو بكون موقفك؟ يمكن هلأ، إذا هلأ وأنا بهذا أو بهاي اللحظة، اللحظة أقول لك لا. تحت تأثير؟ لا، مش تحت تأثير المشهد اللي أنا شفته. أحكي لك، إذا أنا تقبلت الموضوع بعتبر أنه هاي سعة يعني بكون نفسيتي أو شو بدي أحكي لك، أفكاري فيها سعة أكبر، لكن ما عندي هاي السعة اللي أتقبل هذا الموضوع الآن. طيب، بس كنت عم بتدافع قبل الاستراحة عن العمل باعتباره قدم شخصية إسرائيلية إيجابية. شو العبرة، يعني شو الميزة أو شو الحسنة إنه العمل يقدم شخصية إسرائيلية إيجابية؟ حتى ما نضلنا بنفس الدائرة. إنه يعني وإحنا صغار كانوا يحكوا الإسرائيلي إله ذنب فعليا، يعني كانوا يخوفونا انه الاسرائيلي له ذنب. فاول ما شفنا الجنود الاسرائيليين طلعنا نشوف لهم ذناب ولا ما لهم ذناب، وهاي على فكره ظلت معنا فتره كثير طويله.
بعدين لما كبرنا أكثر ما نتخيل الإسرائيلي لأنه جندي وحامل سلاح وبدي يطخنا فقط لا غير، حتى نشوفه من بعيد بدي يطخنا أو ما بدي يطخنا. هو شو غير إحنا بالنسبة لنا؟ هو أحكي لك شيء بالنسبة لي الآن، أنا أقول لك هو ما زال هيك، ما زال هيك، لكن بتطلع لك نماذج، مش نماذج، تطلع لك شخصيات إسرائيلية هنا أو هناك، زي فليسي رانغر على سبيل المثال، تطلع لك فيها في يعني مناصرة لقضيتك أو مع قضيتك أو بتدافع عنك. فهدول هدول بشر يعني بني أدمين بالآخر. فزي ما حكيت لك بدي يكون عندي في داخلي في سعة أكتر أني أنا ما أعمم الصورة بالمطلق، أنه يكون كل الإسرائيليين بنفس الصورة. طبعا الإسرائيليين أكيد بنفسه، بس أنه اليهود كلهم بنفس الصورة، حتى صار يصير تمايز أنه هذا يهودي مش إسرائيلي، هو ديانة، مفهوم الديانة. لا، ما حدا عم يطرح موضوع الديانة، ولكن عم نطرح موضوع الإسرائيلي. لا، قصدي من هذا الباب أنا. خليني أنا أخذ لك إياه لهذا الباب حتى يكون ما فيش هالتعصب عندي أنا، عرفت كيف؟ على كل حال، حتى تفكيك المجتمع الإسرائيلي مش غلط يعني بالعمل الإبداعي، إنه تقديم المجتمع الإسرائيلي بكل نماذجه هذا بيخدم قضيتنا، يعني بخلينا ما نتعامل معه للإسرائيلي وكأنه هو يعني شيء أسطوري كمان وشيء هيك، إنه نعرفه على حقيقته لحتى نعرف كيف نواجهه على الأقل. ويبدو كمان أستاذ زاهي إنه الخطاب، خطابنا إحنا للعالم لازم يكون في هذا التزمت وهذا التعصب، نعرف أي لغة نحكيها مع العالم، حتى يقبل قضيتنا بشكل أفضل. شو تفسيرك لنجاح الهائل لمسلسل باب الحارة قياسا بمسلسل الاجتياح؟ حضرتك عم تعتبري مسلسل الاجتياح أنه هو الأهم، وأنه ربما لو عرض بغير رمضان أو بوقت آخر كان يعني تركيز عليه أكثر إذا ما في زحمة أعمال درامية، ولكن حتى بفلسطين نفسها كان الإقبال على باب الحارة مش على الاجتياح. عندك تفسير؟ ما عندي تفسير واضح، بس عندي شوية حسيت بيني، يعني حسيت أنه بالحزن قليلا، مش انه انا دفاعا عن الاجتياح، لا، انه العمل انا تبعت كم حلقه منه، يعني مع احترامي وتقديري للمشاركين فيه، كلهم ممثلين مهمين وزملاء يعني بحبهم وبقدرهم جدا، لكن العمل كثير على المستوى الاجتماعي كثير بطرح زي ما بيحكوها، بتطرح تقاليد بالية أو سلوكيات أكل عليها الدهر وشيء. حضرتك مع الرأي، يعني في رأيين انكتبوا بالصحافة، رأي بدافع عن مسلسل باب الحارة وبيعتبر أنه في عودة هيك لإحياء قيم ومفاهيم وتواصل إنساني بالحارة نفسها وبين الناس، والبعض عنده وجهة نظر اللي حضرتك عم تفضل فيها أنه إحياء العادات المتخلفة والعادات البالية. في جزء حضرتك مع أي وجهة نظر؟ أنا مع أنه إذا بدي أقول إحياء، أنا مش إحياء، نعم، إعادة، يعني أنه بسلونا على ما مضى بسلبه وبإيجابه، وسلبه أكثر من إيجابه، اللي هو معاملة المرأة بالتحديد في هذا العمل كان في، وحتى أحكي لك شيء في تعليقات، في جابوا بروموشن مرة تعليقات على بعض المشاهدين كيف شافوا العمل، أنا كتير أحزنني أنه في طفل أو يعني واحد شاب عمره 14 سنة حكى أنه كتير حلو كيف أبو فلان بعامل فلانة، منعها تروح من البيت، منعها تطلع من البيت، ومزبوط ما بصير الست تطلع من البيت وتشوف حدا غير زوجها وولادها. فهذا شاب كيف أنه شاف هذا الفعل بهاي الطريقة؟ إذن برأيك الأثر سلبي على المشاهد؟ أنا بالنسبة لي نعم، في سلبية عالية جدا، لكن طيب. مش سلبي طيب. لأنه يفترض أنه الواحد شو سبب الإقبال هذه الجماهيرية؟ مسلي ما قل، ما شو بسموها له، أنه يعني ما قل بسلي بدون ما تبذل جهد، يعني بسليك. لا مش ما قل ودل، هيدا لا مش ما قل ودل، إيه ما خف حمله هو كمان، ما بيزبط بدك تلاقي لك مثل يزبط، لازم ألاقي لي مثل يزبط، خذي وقتك ماشي. يعني أنه كان كتير مسلي،
وما فيش شيء ثاني غير انه مسلم. بخليني هالراي بباب الحاره، اتذكر راي لحضرتك نقدي تجاه الاستاذ نور الشريف لما قدم برنامج وزنك ذهب، وتجاه النجمة يسرى لما قدمت إعلانات. اعتبرتي يعني بحوار صحافي أنهم عم بيساهموا بتشويه صورة الفن. كان في مبالغة بهاي الجريدة كيف طرحت رأيي في الموضوع. نعم، شو رأيك؟ رأيي أنه هم مش يعني الإعلام أو التقديم حتى بدناش نقول هذا، ما بده إعلامي البرامج هذا النمط. يعني أستاذ دوراد لحام عم بقدم برامج، الأستاذ أيمن زيدان عمل تجربة، في كتير ممثلين، واستاذ حسين فهمي. يعني شوف، برنامج زي اللي بتقدمه حضرتك في مستوى ثقافي كتير مهم، بالعكس كتير حلو انه الفنان يقوم فيه، بس برنامج له علاقه بمسابقات وبجوائز، وهذا انا بظن انه يعني قدر نور الشريف وقدر هدول الناس كتير اهم من هذا النوع. طيب، من البرامج. خليني يعني استفيد من النقطه اللي عم تطرحيها لاسالك، شو فهمك يعني شو رساله الفنان او شو دور الفنان، حتى برايك ما بيصير ممثل يقدم برنامج مسابقات، انه شو ليش ما هو ممثل شغلته يسلي الناس يعني. لا طبعا اكيد ما يسلي، يعني اكيد ما يسلي الناس، اكيد ما يسلي الناس، هو شو يضجر الناس لا مش التسلية، يمكن مش بالمفردة، ما هي مرات بتاخذ شق شوي مبسط. نعم. يمتع الناس. طيب يمتع الناس، يمتع الناس بجرعات لها علاقة باحترامه لإلهم وتقديره لإلهم كذوات وكأفكار وكذاكرة وككل شيء. يعني ما فيني أنا أجي يعني أسلي هذا البني آدم اللي بدون ما أحترمه، أقدم له شيء أعتبره يعني اعتبره ساذج او اعتبره ما عندوش ذاكره وما عندوش وعي وما عندوش شيء. فالفنان لانه غصب عنه بده يكون قدوه. قدوه بمعنى انه زي هاي الاعمال، قدوه بمعنى انه هو له هيك هاله معينه، وبصير المشاهد له بده يصير زيه. انا حكيت لك وانا صغيره، لا وانا صغيره كان بالنسبة لي فاتنة حمامة حلم، سعاد حسني حلم. تغير الأمر بعدين لما كبرتي؟ أبداً ما غير الأمر. بعده حلم. بقيت سعاد حسني وبقيت فاتنة حمامة بالنسبة لي حلم. وحتضل له حلم. خلينا نسمع رأي بحضرتك أيضاً من ممثل معروف وناقد، هو الأستاذ الصديق عبيد وباشا. أنا بحب كثير شغف نادرة بالشغلات، بالأشياء، بالشغل اللي بتعمله. ما في شيء بيمرق من يعني، ما بتتعامل فقط بطريقه مهنيه، ولو ان المهنيه يعني موجوده بشغل التعاطى باحاسيسها المطلقه، بتتعاطى بعاطفه فظيعه، انه ذات يوم بدق الخليه بايدي بيطلع رقم غريب يعني برا، بتطلع نادره. عم دق لجواد، كانوا ما بقى مع بعضهم يعني، بتطلع نادره فبتقول لي انا عم دق لجواد صار فتره يعني ساعات ومش عم يرد علي، كثير مشغول بالي على جواد، فبالتالي الله يخليك شوف شو بدك تعمل وطمني يعني. عموما شوف لاقي طريقه بطمن على جواد، مش رح ارتاح ما اطمن على جواد. ف يعني نتيجه الصداقه اللي تربطنا ثلاثتنا، فتشت على جواد لقيته بالقهوه، وقت لقيته بالقهوه ولقيته هالقد مرتاح وقست راحته على تعصيبه وتوترها وبحثها وشغفها فيه، قتلت انا لجواد، فليت ودقيت لعبت وقلت لها ابن جواد ما اشبه شيء مع قلبه شر يعني. نادرة من المسلات ممتازات يعني، ولأنها موجودة بالأردن، ولأنه يعني الشغل الفني بالأردن محكوم بمجموعة هائلة من الاعتبارات، سواء الفنية أو الإنتاجية أو التراكمية و يعني أي شغلة بتفكر فيها. فبالتالي بروز سيدة مثل نادر عمران بالتجربة المسرحية السينمائية بالعالم العربي، شغلة مش بين هلالين أبدا، هاي شغلة محسوبة، هاي شغلة يعني يعود الفضل الأساسي فيها مش بس يعني لحضورك كسيدة في الوسط الفني، لا الشغلة الأساسية أكتر هي أنه هست اشتغلت كتير على تطوير حضورها، واشتغلت على تسقيف نفسها، اشتغلت على تسقيف جسدها، بحيث لم تقبل بأي لحظة من اللحظات بأن تكون ممثلة إذاعية على خشبة المسرح أو ممثلة إذاعية على البلاتو تبعو التصوير. نادرة شخص، مش بس شخص استثنائي بحياة جواد الأسدي، مش شخص استثنائي بالحياة الثقافية الفنية بالأردن وفلسطين والعالم العربي، شخص استثنائي لكل من يعرفها
شخص بيستاهل يقول له الواحد مساء الخير طالما انه البرنامج بالليل. مساء الخير مساء الخير مساء الخير لحتى ضل عاد ما في خير بالعالم. مساء الخير. يعني عبيد وباشا زمان إلي ما شفته، بشوف هالصدفة إني أنا أشوفه بيحكي عن شغلي أو بيحكي عني. فكمان يعني اليوم حلقتك أستاذ زاهي بالنسبة إلي كل ما أجي بدي أسترخي وأريح شوي بطلع لي طب ليه بتعبك صديق. الكلام كلهم عم يحكوا كلام إيجابي وكلام جيد وإطراء وإشادة بحبك، بتعبني أكتر. ليه يعني بتعبك لو حكوا سلبي؟ يمكن لا أسترخي، أسترخي أكتر من هلأ، لأنه بحس هذا بيعطيني إحساس أكتر بالمسؤولية، وبخاف كتير، بصير أخاف أكتر على شغلي وأخاف أهز هاي الصورة، ولازم ما أضلني على هاي الصورة، بدي أصير أحسن وأفضل. فكل هذا الحكي بوترني. هاي حكيت لك على سيرة الصورة، صورة المرأة العربية أو نموذج المرأة العربية بالدراما هو نموذج واقعي؟ لا طبعا مش واقعي بالمعنى الكامل. وين الخلل؟ يعني المسؤولية وين؟ ليش عم نعكس صورة للمرأة العربية مش واقعية؟ الكتاب. المرأة صايرة، هو أحكي لك شيء، مش بس المرأة، معظم الأدوار اللي عم تنطرح في الدراما العربية أحادية الجانب، بمعنى أنه شرير خير ضحية جلاد يا أبيض يا أسود. يعني ما في الأبعاد الإنسانية في الشخصية اللي هي موجودة في الواقع. يعني الإمرأة بتقدم حماة، طب دائما لازم الحماة تكون شرسة وشريرة يعني، ودائما مشكلجية، ما عندها جوانب إنسانية، ما عندها مبررات، ما في حماة منيحة. بدي أسألك أنا ما بعرف. لا أكيد لأنه البني آدم في كل شيء، في كل المتناقضات. هلأ هي أو كانت طفلة، صارت أم، صارت حماية، عرفت؟ وكان إلها حماية، وهذا بني آدم كيان كامل. صاير وضع الأدوار بوظائف محددة عشان تحكي بأنه المرأة في إطار حماية، مرأة في إطار أم منيحة، في إطار تاني أم مش منيحة، في عرفت؟ فما عندنا هاي الصنعة كيف نروح للجوانب الإنسانية وما نعنون الشخصية في موقعها، في موقعها في هذا الدور، إنه هي إلها الصفة الكذا والصفة الكذا والصفة الكذا. صحيح. شو رابطها في الحدث الدرامي؟ شو رابطها في تطورات الحدث؟ إنه الإنسان نفسه أحيانا بمر بعدة حالات أو بعدة مواقف، أحيانا ممكن يكون شرير وأحيانا ممكن يكون طيب، ومرة طبعاً. مليح ومرة سلبي وإلى إلى آخره. طبعاً. على كل حال نحن عم نحكي عن الدراما العربية، كمان ما فينا نعمم يعني. لا دائما طبعاً. في استثناءات طبعاً. وفي أعمال تكسر. طبعاً مهمة. إحنا بنحكي على الأغلب. ولكن نحكي بشكل عام. نعم. بعد الاستراحة منتابع هذا الحوار. مشاهدينا نتابع خليك بالبيت مع الفنانة الأردنية الفلسطينية نادرة عمران. علي زيني بيقول عن حضرتك: فنانة حقيقية ومتميزة، أرجو من كل الفنانين الشباب أن يقتدوا بها. ريم بتبعت لك تحية. حنان جبور بتقول عن حضرتك أنك الممثلة الأكثر حساسية أو رهافة في العالم اللي شافتها، وهي فخورة أنه عنا ممثلة مثل حضرتك. المهندس عدنان شعبان، طبعا أنا بشكر حنان جبور على رأيها بالبرنامج. المهندس عدنان شعبان بقول: خليك بالبيت بعد طول غياب، كما يطل علينا ربيع نضر بعد طول جفاف يخطل بالصدق والشفافية، لكأنه اعتذار من كآبة الحياة، أو ربما صفعة لذلك الإسفاف وتلك الرداءة التي خيمت علينا بظلها الثقافة.
ثقيل. هذا ليس ثناء بل عتاب حارق له طعم الوخز ولكن بأشواك من عسل. هي لعنات الفقد والشوق ولكنها الفقد والشوق ولكنها أكثر حميمية من بحور الثناء. لضيفتك الرائعة أم حسن في باب الشمس، ملحمة الجليل صاغها المبدع الياس خوري، وهي أسماء ذات نطاقين، وهج الطهر والنبوة، وهي عتاب في شهرزاد عبق التاريخ والغناء، وأمينة في الاجتياح، وآه من الاجتياح، لما لا نعاتب هذه الكنعانية التي خبأت الزيتون والبرتقال في فنها الراقي؟ فلماذا تنطفئ جنين يا سيدتي، وجنين أسطورة وحي الشعراء لحجارتها نكهة القصائد، لأزقتها زقزقة العصافير في الصباح الحزين، زخارف شدو لما شاهدت من دوي السنين، للركام الشموخ يطال النجوم بمن تحته استشهدوا واقفين، كل طفل ما بين أضلاعه مخيم نسخة من جنين. المهندس عدنان شعبان من دير الزور في سوريا. سوزان جهاد أبو شرار من دورة الخليل مقيمة بالأردن بتقول تتمنى لك التوفيق يا مدام نادرة، بالفعل أنت اسم على مسمى لأنك نادرة بفنك واعتزازك بأصلك، وكل أهلك فلسطين والأردن يفتخرون بنجمة عملاقة في سماء الفن، وهذه النجمة اسمها نادرة عمران. من فلسطين عرب 48 حسب تعبير رامي اللي بيقول لك أنه هو فلسطيني وبحب التمثيل، ومشكلته مثل الكثيرين من أبناء فلسطين 48 ما بيقدر يمثل ويندمج مع الممثلين العرب بالدول العربية بسبب هويته الإسرائيلية أو بسبب يعني حمله للبطاقة الإسرائيلية، مع أننا فلسطينيين حتى العظم حسب قوله. من ناحية أخرى لا يمكننا ولا نريد أصلا ونأبى أن نمثل بالأدوار المتاحة لنا هنا في إسرائيل لأنها بعيدة كل البعد عن هويتنا الفلسطينية، فمواهبنا مجمدة للأسف. بقول رامي أنا أعلم أن الإجابة شائكة والموضوع صعب للغاية، ولكن أحب أن أسمع تعليق منك أخت نادر عمران، أين نذهب بمواهبنا؟ هل نستسلم ونصرف النظر كليا أم ماذا؟ كتب فيلم إسلامي عربي معاصر وحاز على إعجاب الكثيرين ولم يستطع تنفيذه. أكيد لا تستسلم، أكيد بحكي له ما تستسلم. يعني هاي مشكلة هلأ زي ما حكيت لك، أنا من حلحور، كان بالفترة هذه كان في حصار بالنسبة للمنطقة، ما فيش أي تواصل مع الآخر خارج فلسطين. هلأ في هاي شوية تفتحت الأشياء نوعا ما طبعا، لكن ما يخص 48 للأسف أنه في وجهات نظر خارج إطار فلسطين أنه هذول ناس بيعتبروهم أنه خلص صاروا إسرائيليين أو كأنهم اتطبعوا. طبعا وهذا خطأ، وهذا خطأ فادح بالنسبة لي، لأنه هذول الناس اللي صمدوا بأرضهم، يكفي أنه هذول الناس اللي ما تركوا أرضهم بال 48 وبقوا وحافظوا على بيوتهم وحافظوا على هويتهم وما زالوا محافظين على هويتهم، مش هويتهم الوثيقة أو الورقة، لا هويتهم الداخلية الوجدانية والوطنية بالضبط. فهذول الناس ما من حق أي أحد على الإطلاق أنه ينفي وطنيتهم وينفي فلسطينيتهم عنهم. على الموضوع الفني يعني أنا حاولت وقدرت أني أنا أوصل لتحقيق حلمي، وبتمنى لهالشاب الرائع أنه كمان يضل يثابر ويضل يحاول إلا ما يحقق حلمه. أكل حال في كتير من فنانين فلسطينيين 48 استطاعوا عبر أوروبا وعبر محمد البكري واحد منهم، محمد البكري، هاني أبو أسعد، إيليا سليمان، يعني المخرج عشرات الأسماء. موضوع ونجح. جدير بالنقاش، أنا ربما يوم الأيام يعني نطرح هذه القضية في خليك بالبيت. قبل ما أسألك عن دراما البدوية ومسلسل وضحة وابن عجلان، وقلنا خطأ نمر بن العدوان على تشابه الأسماء يمكن، خلينا نسمع يعني شهادة أيضا بحضرتك من أحد أصدقائك، هو الفنان التشكيلي والرسام العراقي المعروف الأستاذ جبر علوان. نادرة عمران، طبعا أنا أبد ما شاهدتها لا على المسرح ولا على التلفزيون ولا في أي عمل من أعمالها الفنية. نادرة تعرفت عليها كصديقة عزيزة، ومع مرور الزمن أصبحت جزء من علاقتي بالنساء اللي يهموني كصديقات. نادرة تعرف هموم الحياة،
نادرة تعرف أن تعطي شيء للصديق، تعرف أن تعطي شيء إلى أولادها. بمرور الزمن علاقتي أصبحت متينة جداً، وأصبحت علاقتي مع نادرة ومع أولادها ومع أصدقائها جزء مهم حين أأتي من روما إلى المنطقة العربية كي أزور نادرة. نادرة بالنسبة لي بعض الأحيان ترافقني وأنا أرسم. بالنسبة لي نادرة هي لون زاهي ومفرح وجميل كهذا اللون. لاحظت اني انا بس شفت جبر ضحكت. لاحظت طبعا، لانه بعدك عم تضحك بفرحني. نعم، يعني بس اشوف جبر. هو عمره ما شافك على المسرح او بالتلفزيون؟ ما شاف لي اي شغل، لكن وجوده يعني بس اشوف جبر بصير عندي فرح غامر. كل الالوان اللي برسمها لانها كلها بغض النظر يعني عن كيف او شو قصده من هذا. نعم. اللون او بس. طب شبهك باللون الاصفر. وجوده مفرح. شبهك باللون الأصفر. لازم أسأله ليش، ولازم أسأله شو دلالات اللون الأصفر عندك عشان أعرف شو قصده. طيب اسمحي لي كمان نستمع إلى شهادة بحضرتك، ولكن هذه المرة عبر الهاتف ومن أحد النجوم العرب وأحد نجوم باب الحارة، الممثل الأستاذ عباس النوري. ألو. مساء الخير. مساء النور، كيفك؟ مساء الخير، الله يسلمك، كيفك أستاذ زاهي؟ شو أخبارك؟ الله يطول عمرك يا رب. كيفك ست نادرة؟ مساء الخير، الحمد لله. طول عمرك. الحمد لله. سيد زاهي. نعم. يعني أنا إذا كنت حابب أقول وكثف كلامي قد ما بقدر. نعم. فيني أقول أنا أنه الممثل عملياً يختصر مواهب الحياة كلها. فنادرة من الناس اللي عنده الموهبة أعتقد أنها قادرة على صنع الحياة وليست موهبة تصنع الحياة. يعني خليني أفسر كلامي أكثر. نعم. انه في ممثلين بيصنعوا الدور وفي ممثلين الدور بيصنعهم. نادرة تنتمي للقسم الاول، للممثلين اللي بيصنعوا الحياة وبيصنعوا الدور. هذول العالم بيتعذبوا كثير بحياتهم مواهبهم، تبع مواهبهم يعني نوع من الوجع الدائم حاملينه في حياتهم، لانه هن مستحيل يرضوا عن انفسهم. وانا كنت شايف لنادرة كثير من الاعمال وكثير من اشتغلنا مع بعض بكثير مسلسلات، وحتى كان في تجربة مسرحية يعني خجولة بيناتنا. أنا كنت حس وألمس في نادر عمران هذا القلق العجيب والوجع العجيب للموهبة المتفجرة فعلا اللي عندها هي، واللي هي قادرة طول الوقت أنها تحتضن كل الشخصيات. حتى لو كان ممكن تعطيها دور طفلة صغيرة، ممكن تروح في موهبتها لتلاقي لها حلول ولتلاقي لها تفسيرات. شكرا للنجم عباس نوري، ويمكن تسمح لي اقول انه ان شاء الله قريبا رح تكون ضيفنا بخليك بالبيت، ونسعد بوجودك ويسعد المشاهدين بالاستماع الى تجربتك. بتشرف. شكرا. شكرا كثير. شكرا كثير. شكرا لك نادرة. الله يخليك. شكرا لك. كلك ذوق. شكرا كثير. يعني ان شاء الله قريبا عباس بكون ضيف برنامجنا، ومثل ما قلت نحن سعداء بهذه الأصوات المحبة لحضرتك كمان، سواء عبر الهاتف أو عبر الشاشة. كنت يعني حاسي بهذا الحب وبهذا التقدير؟ يعني كان البرنامج غير أني فرصة التقيت فيك أستاذ زاهي، وغير أني أنا كمان مرة جيت إلى بيروت مدينة البعشقة، لكن كمان أنه كل هالأصدقاء هذول والزملاء اللي أنا بحبهم بحترمهم جداً، سمعت يعني سمعت رأيهم بشغلي. نعم. وهاي أول كمان مرة فرصة. بسمع الرأي مباشرة. أول مرة بسمع رأي، يعني بيحكوا فتشات هنا. نعم. وهناك، لكن مش بهالاسترسال وبهالجدية، في جدية يعني. نعم. مش رح أقدر أحكي كتير يعني بكل موضوع هيك تشعب بالتفاصيل، ولكن الدراما البدوية عموما لحضرتك شاركتي يعني بنماذج منها، هل تغيرت؟ هل تطورت؟ ما الفارق بين الدراما البدوية مثلا اللي تبعناها بشهر رمضان الحالي ودراما البدوية اللي كنا نشوفها قبل عقود من الزمن أو عقد أو عقدين؟ هل أصبحت أكثر واقعية لأن عم تتناول شخصيات تاريخية حقيقية المرة؟ كنا نشوف قبل دراما بدوية بالمطلق، والبعض بيقول أنه فيها أخطاء وغير يعني أمينة وموضوعية. هي أكيد اختلفت بالفهم للعمل الدرامي من الزاوية الإنتاجية. يعني إذا ملاحظ أو لاحظوا الناس المشاهدين أنه صار يصرف عليها أكثر،
يعني كنا نشوف العمل البدوي كان عبارة عن خيمة أو خيمتين ويمكن حصان وجمال وأشياء بسيطة جدا، لكن هلأ عم بتكلف كتير وعم يصرف عليها وعم تاخد يعني عم تاخد تطور حتى بلغة الكاميرا. عم تشعري هذا الشيء كمشاهدة أم كممثلة؟ كمشاهدة وكممثلة. كممثلة يمكن أنا أحكي لك شغلة يمكن صريحة شوي، مش اللي هو موضوع الدراما البدوية. أنا طبعا مع احترامي لهذا النمط من الأعمال، لكن يبدو أنه أو أنا خايفة كتير أنه يصير زي الموضة. يعني كما مرت علينا فترة الفانتازيا التاريخية وبعدين كلها أعمال تاريخية، بعدين كلها أعمال سيرة حياة شعراء وأدباء تستهلك بطريقة يعني بالضبط. أنا خايفة من هذا الجانب أنه هي أخذت يعني أخذت صدى كتير حلو لدى الجماهير لما انعرض مسلسل رازق ليس بالتحديد. كان زمان غايب الدراما البدوية، والمسلسل لما انعمل بالزمانات أخذ نجاح كتير كبير، وأخذ نجاح كبير بهاي لما عرض بهاي الفترة. أنا خايفة أنه كمان إذا تكرر الموضوع الدراما البدوية أو تكررت الأعمال البدوية برضو يصير كأنه موضة. دورك بوضحة وابن عجلان دور صغير يمكن 18 مشهد. 18 مشهد بالضبط. شو بيميزه؟ أمتى بتقبلي وليش بتقبلي بدور صغير؟ ما عندي مشكلة أبدا، ودائما ما عندي مشكلة بين دور صغير ودور كبير. المهم الدور يأثر فيه أو أحس أني أنا بقدر أعمل منه إشي أو بقدر أعمل فيه إشي. هذا كان هذا دائما على فكرة أهم شيء عندي باختيار الدور. الدور برضو حسيت أني أنا بقدر أعمل فيه إشي، اللي هي دور عرافة. حتى حبيت كمان أتناول دور العرافة من زاوية أخرى ما انطرقت. يعني أنا بشوف كتير أعمال، بتابع كتير أعمال درامية لغيري يعني دائما بتابع عشان أشوف كيف منطقة التمثيل أو كيف موضوع التمثيل. زي ما حكيت لك قبل هيك إنه عم بتقدم نماذج العرافة، هيك خلص عرافة ما عندها شيء تاني، فتقدم العرافة بأكثر من صورة. حبيت أكسر رسالتي بهذا الدور إني أكسر طريقة تناول دور العرافة، صورة نمطية للعرافة بالدراما. إن شاء الله أكون نجحت. اعتبرتي الأعمال التاريخية إنها موضة؟ نعم. حضرتك والفانتازيا التاريخية بشكل خاص موضة. حضرتك شاركتي بكثير من أعمال الأستاذ نجدة أنزور. نعم شاركت كتير أعمال قبل، يعني شاركت بالفترة في فترة أوائل شغله بالأردن للأستاذ نجدة لما كان بالأردن. نعم أوائل شغله، أوائل شغله على دراما، لأنه كان هو بيشتغل دعاية وإعلان. طيب. قبل أياها برأيك التجربة الأكثر توهجا بأعمال نجدة أنزور؟ بالنسبة لي الفترة الأولى. ليه؟ لأنه بالفترة بالمرحلة الثانية من شغله ركز على الصورة كثير. حتى يعني حتى على حساب المضمون أحيانا، حتى على حساب المضمون أحيانا. بتقولي أرائك بهيك بصراحة، يعني سواء بأستاذ نور الشريف، بيسرى، بنجدة أنزور، باب الحارة. قلتي كمان إنك كل الأعمال الكوميدية. أنا مشاهدة مش هيك؟ نعم. مش بس أنا عادةً عفوا، أنا يعني بهالبرنامج يمكن صرنا مستضيفين أكثر من 500 ضيف. أوه طبعا. والمئات منهم ممثلين. بنلاحظ أحيانا إنه في نوع من المجاملات أو في نوع من الدبلوماسية بإبداء الرأي. سؤالي لحضرتك هو إلى أي حد الفنان أو الممثل ينبغي أن يكون صريحا في قول رأيه بالأعمال اللي بيشاهدها مثله مثل أي مشاهد آخر؟ لازم يكون صريح، ولازم يكون صريح كمان بنقده تجاه شغله. يعني أنا ما بقدر أحكي رأيي بشغل غيري. نعم. وأنه شغل غيري أحكي سلبيات أو أحكي إيجابيات، بس أنا بحكي على الجانب السلبيات وما أقيم شغلي بهذه بنفس العين اللي أنا بقيم فيها شغل الآخرين. يعني أنا كمان عندي كتير ملاحظات على شغلي. على شغلك حضرتك شاركتي بأكثر من 500 عمل تلفزيوني. طيب مش معقول يكون الكم على حساب النوع؟ هذا السؤال بديهي اللي بيخترق لما واحد يسمع 500 عمل. ايه بفترة من الفترات فعلا كان الكم على حساب النوع. عشان طيب شو كان الهدف؟ انك توصلي انك تثبتي أقدامك. ما كان عندي وضع فني أختار صدقا. ليش بحكي لك انا هذه الشهادات محرجه او بتوترني؟ لانها بتخليني اكثر دقيقه اكثر في اختيار الاشياء اللي بدها تيجي لقدام. يعني ف
يعني لما أسمع هاي وجهات النظر من الأصدقاء والفنانين الكبار اللي أنا سمعتهم هلأ، هذا بخليني يعني أتردد في دورين ثلاثة مطروحين علي، يمكن هلأ أروح ما أخذهم فعلا لهاي الدرجة. قلتي كمان حضرتك لمجلة سيدتي أنك لم تعجبي هذا العام بكل الأعمال الكوميدية الأردنية وما بتتابعي برامج فنية، كنتي مظبوط؟ لأنه وين الخلل؟ يعني وين نقطة ضعف بالأعمال الكوميدية الأردنية بهالسنة؟ شوف، الموضوع انفتح بحلقة بالفرصة، نعم، مع طوني خليفة، مع الأستاذ طوني خليفة طبعا. وشوي صار عليه يعني ربما وسيء فهمي من نعم. الزميلين. طيب يلا فرصة تصحفي هلأ، الفرصة أنك تصحفي. شوف، مش موضوع تصحيح، لا نعم. أنا مصرة على رأيي، مصرة على وجهة. توضحيه، مش صححية، توضحي. اللي وضحته أنه فعلا زميلين كتير كتير هم أهم وأعمق من اللي بيقدموا. مين؟ اللي هم الزميلين أنا بعتز فيهم وبحبهم جدا، محمود صايم وحسين طبيشات. هذولا زميلين أنا مشتغلة معهم ترى كتير. نعم. هلأ هم ربما عندهم ظروف موضوعية هم بيعرفوها أكتر مني وأكتر من المشاهدين، خلتهم ما يكونوا يعني ما يكونوا أكثر تحضيرا للعمل أو الأعمال اللي عرضوها بشهر رمضان. لكن أنا كمشاهدة، وهم طبعا لهم الحرية لهم يحكوا عني كمشاهدين وعن شغلي، كمشاهدة بقول إنهم هم بيستحقوا إنهم يخرجوا بشكل محضر له أكثر، بشكل أهم من اللي طلعوا فيه، وكمان إحنا بنستحق كمشاهدين إنه هم يطلعوا علينا بشكل أهم. على كل حال يعني خلينا نقول إنه مش غلط نتعود نقول آرائنا بصراحة وبدون تحفظ وبدون دبلوماسية، لازم ونقولها بصدق. وشو عليه؟ أنت لاحظت إن أنا شوي دبلوماسية صرت هاي ولا؟ يمكن عم تتعلمي شوي شوي يعني، بس بعد مش محترفة بهالموضوع. لازم أصير دبلوماسية. اسمحي لي نتوقف كمان مرة مع استراحة ثم نتابع. خليك بالبيت. مشاهدك كلها مؤثرة الحقيقة. رح أحكي عن فيلم باب الشمس، هذه الرواية الملحمية للأستاذ إلياس الخوري إخراج يسري نصر الله. ولكن قبل ما نحكي عن فيلم باب الشمس، اسمحي لي نستمع إلى مداخلة عبر الهاتف من الفنان الأردني المعروف الأستاذ زهير النوباني. ألو. ألو، مساء الخير. يسعد مساكم. اهلا وسهلا استاذ زهير. مساء الخير. الله يسعد مساكم. صحيح انا بالصدفه بتفرج على البرنامج، ولو انه برنامجك بحب اهنيك عليه. تسلم. يعني هو يعتبر من برامج المثقفه الجميله. الله يخليك وان شاء الله بنكسب. انا سعيد الليله اني في استضافتكم لفنانتنا العزيزه على قلبي الست نادر عمران. مساء الخير استاذ زهير. يسعد مساكي. الله يخليك. يسعد مساكي. اسمحوا لي بس يعني أنا شفت شهادة زملائنا فنانين بالست نادرة. نعم. لكن هي بتعرف شهادتها في وجهها بحكيها دائما، وحابب أحكي الشهادة هاي الآن على شاشة المستقبل من خلال برنامجك سيزاهي. نعم. البرنامج الجميل والمثقف الجميل واللي بحبه شخصيا. شكرا يا أستاذ زهير. شكرا. الست نادرة بعتبرها من الفنانات العربيات المميزات جدا وليس الأردنيات فقط، فهي فنانة قادرة على تقمص العديد من الشخصيات بمستوياتها الثقافية والاجتماعية المختلفة وبأداء عالي المستوى. أنا برأيي يتجاوز حدود العالم العربي. لكن أعتقد أنه السيدة نادرة لم تأخذ حظها من التركيز الإعلامي. أعتقد هذا يعني التركيز الإعلامي على بعض الفنانين في الأردن في خلل فيه. الست نادرة تعتبر فنانة مميزة، قدمت أعمال وأدوار متنوعة ومستوى حرفية عالي جدا.
لا تستطيع أن تنافس فيه فنانة أخرى. شكرا. شكرا للأستاذ زهير نوباني. والحقيقة نحن بنسمع أصوات هالمبدعين العرب، بصير أنا بقول للكل إنه إن شاء الله بنشوفك بالبرنامج وإن شاء الله بنستضيفك قريبا، ولكن بقولها من قلبي حقيقة، مش مجاملة، يعني مش لأنه عم يتصلوا بالبرنامج أو عم نسمع صوتهم، لأنه الكل بيستحقوا وبيشرفونا الحقيقة، بيشرفوا بيشرفوا أنا البرنامج. أنا بدي أحكي شغلة على الأستاذ زهير النباني لأنه إله رهبة عندي كثير. نعم. أستاذ زهير النباني بتذكر من الشخصيات الفنية اللي أثرت فيي وأنا صغيرة كمان أستاذ زهير النباني، فلما شفته أول مرة لما صرت ممثلة وشفته ما تتخيل أستاذ زاهي شو صار عندي رهبة، لأنه في ذاكرتي في كتير أدوار ضل وما زالت لحد الآن موجودة، من ضمنهم جروح. فأنا كتير يعني شو بدي أحكي لك، بدي أكرر نفس الكلام، كتير سعيدة فعليا سعيدة. كل حال ملامحك عم يحكوا يعني، او حضرتك عم تسمعي، وجهي بعبر احسن من ملامحك عم بتعبر. شفنا مشهد من فيلم باب الشمس، هالفيلم اللي من جزئين ومثل ما قلنا روايه الاستاذ الياس الخوري واخراج الاستاذ يسري نصر الله. الدكتوره ساميه حبيب استاذ النقد والدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحيه بدوله الكويت، بتشيد بدورك بهذا العمل البديع اللي اسمه باب الشمس، وبتقول انه كشف للمتفرج عن وجوه ومواقف في القضيه الفلسطينية، ربما تكون وجوه ومواقف جديدة على المشاهد بعيد عن الشعارات ويعني الأقوال المألوفة، وكنت نادرة بعملك واللي بكل ما تحملين وتزرعين في قلوبنا وعقولنا من قيم مراحل عمر متعددة، وأنه أديت دورك باقتدار يؤكد يعني إبداعك كممثلة وكإنسانة فلسطينية. الدكتورة سامية حبيب صديقتي، سامية صديقتي، فهي بديش أنا بديش أحكي ولا شيء لأنه يمكن شهادة الصديق في الصديق مجروحة. إلى أي حد فيلم باب الشمس قدم فعلا القضية الفلسطينية من زاوية جديدة، من زاوية غير مألوفة غير مكررة ومستهلكة بصراحة؟ باب الشمس بالنسبة لي أنا تجربتي الأولى على صعيد السينما. نعم. وتجربة من مميزاتها أنه أنا اشتغلت في رواية كتبها روائي وأديب كبير اللي هو الأستاذ الياس الخوري. لكن أنا بحكي لك بصراحة في كتير بالنسبة لي، وهذا تكشف لي من خلال شغلي في العمل، لأنه السيناريو اللي إجاني يعني يمكن 30% طبق في التصوير منه، في كتير اجتهادات وتغييرات تمت في أثناء التصوير. ما بعرف، هو ربما في جوانب جديدة طرحها الفيلم، أصلاً ما فيش كتير أفلام سينمائية عن القضية الفلسطينية، حتى احنا نقارن أنه هذا العمل تميز عن هذا العمل، أو ما فيش كتير أعمال. لكن أنا بالنسبة في ميشيل خليفي، في هاني من داخل فلسطين، من داخل فلسطين بالضبط، لكن من خارج فلسطين في كذا عمل منهم، كلنا فدائيون، غسان كنفاني اللي هي تبعت رجال في الشمس، وعائد إلى حيفا كمان، بس وعائد إلى حيفا العمل المتبقي المتبقي، فبرضو مش كتير، مش هالكمية اللي إحنا نمايز بين تجربة وتجربة. لكن العمل بالنسبة لي كما نفذ وليس كما كتب السيناريو، وبعيدا عن الرواية، الرواية أنا بالنسبة لي من أهم الروايات اللي تناولت القضية الفلسطينية بهاي الأبعاد اللي تناولتها الرواية. لكن بالنسبة للفيلم بالنسبة لي كتير هناك ملاحظات خاصة فيي، وكتير هناك جوانب تناولتها ربما بالنسبة لي ما كانت بتمسني كتير. نعم، كفلسطينية ما بتمس كتير ولا كممثلة؟ كفلسطينية وكممثلة في بعض الجوانب الإشكالية بالنسبة لي، بس بدك تعفيني ما 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 حابة أحكي عنها. تم حذف كتير من مشاهدك بالمونتاج؟ تم حذف كتير مشاهد إلي ومشاهد لزملاء آخرين. نعم. يعني طب بركي بسبب طول، هو الفيلم انعمل من جزئين وانعمل بشكل طويل، ربما لكن يعني هالتطويل يمكن ربما هو كان مأزق الفيلم. والله ملاحظتي كمان مش من هذا الجانب ابدا على الاطلاق، ملاحظتي كانت على كيفيه تناول الموضوع وكيفيه عرض بعض الشخصيات
ما بعرف انا يعني يمكن ما بعرضة بشو كتير. يعني بشو شو التوصيف بس التوصيف بدون خوض. احنا طبعا انا بدي احكي ملاحظتي ومش بطالب في نفس اللحظه انه الفيلم ارشيف يعني لا. انه يكون وثائقي توثيقي لا. ابدا لا انا بميز بين الوثائق وبين الدرامي لا. اكيد لكن في بعض الشخصيات الفلسطينيه او بعض الاحداث اللي مرت فيها الشخصيات والحدث كتير مهم وهو الحدث مفصلي اصلا اللي هو 48 كيف تم تناول الحدث كيف تم انا بالنسبه لي الادب مش تاريخ سيده ابدا مش تاريخ يعني الروايه مش عمل تاريخي ابدا ولا ما بحكي عن الروايه انا بحكي عن الفيلم انا بالنسبه لي كان في الجرعه الفنيه على حساب الجرعه الانسانيه نعم الجرعه يعني الفنيه في على حساب في في نوع من الترف الفني في 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 شغل او الاخراجي في شغل الملاحظه تروح عند الاستاذ يوسف نصر ممكن كان بالمقارنه بين الفيلم وبين الروايه يعني الحق على مين الملاحظة على مين على الرواية ولا على الفيلم على الفيلم مش على الرواية على كل حال نحن حبينا يعني أنه يكون في شهادة للأستاذ دسخوري بالحلقة الليلة ولكن للأسف اعتذر أو رفض لأنه عنده عتب على البرنامج على ما أعتقد بعسى عسى خير ولكن حبيت أقول هذا الأمر قبل ما نشوف مشهد من سلطانة لم يعرض بعد رواية غالب هلسة هذه الرواية الإشكالية التي أيضا تتصدى لمرحلة من تاريخ الأردن ربما تبدأ في الثلاثينات ولا تنتهي أو بالعشرينات ولا تنتهي في الخمسينات ويعني على صعد كافة سياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية هو ضرب المفاصل الرقابية الثلاثة الدين والجنس والسياسة بالرواية عشان هيك رواية كانت لماذا لم يعرض هذا العمل حتى الآن؟ لم يعرض لا لمسائل إلى علاقة بالإنتاج يعني أنه هذا أول ما أنتج كان باسم قناة الغد وكان بده يكون افتتاح الغد بده يكون هو العمل الرئيسي لما تبدأ بثها طب لكن لم تفتتح أرجئ حلقة أرجئ بثها لظروف ما بعرفها طب نحن كمشاهدين شو بنعمل؟ إذا عنا رغبة يعني لما قريت أنا عن عمل لرواية هالقد إشكالية ولرواية هالقد من الروايات يعني المفصلية بالرواية الأردنية والعربية أنه حقنا نسأل عنه للعمل العمل حينعرض أنا كما فهمت أنه حينعرض وربما ينباع وينعرض من محطات أخرى غير الغاد وربما كما سمعت أنه الغد حتبث قريباً وحيكون هو من الأعمال الأساسية اللي راح تنبت فيها لكن أنا بالنسبة لي مش لأني اشتغلت في العمل العمل فعلا يستحق المشاهدة يستحق المشاهدة يعني هل قدرت الدراما هون تتصدى لموضوع إشكالي يعني نحن عم نشكي أنه بالأعمال الواقعية العادية اللي ما فيها كتير إشكاليات الدراما مش عم تعكس الواقع مثل ما يعني مثل ما لازم فلما بيكون الموضوع إشكالي هل عمل كان مثل ما لازم مثل ما لازم بالحدود اللي ممكن يتحملها المشاهد لأنه الرواية جرعتها كتير تقيلة الإخراج للأستاذ إياد خصوص العمل فعلا جرعته تقيلة وزي ما وانت بتعرف حضرتك كمان أنه أنا بقرأ بالرواية أشياء ما بقدر أشوفها على التلفزيون بالروايات بالأدب في مساحة ممكن الواحد يروح معها كتير بس بالمشاهدة بالتلفزيونية ما بتقدر يعني خلينا نشوف مشهد من سلطانة قبل عرضه شو يما مبروك يا جاز اجاك 2 جوز صبيان لا تقولي لي صبحة ولدك شو ولدته جابت توب جابت توب صبحة جابت توب صبيان طب خلص فوتي جوا يما الدنيا بتتفطر فوتي جوا وانت ما بدك تفوت تشوفهم يما قلتك خلص فوتي جوا يما هسه ما اجي بشوفهم وبشوف امهم الله يلعن عبوس امهم يما فوتي جوا خلصيني حقيقة عم نشوفك يعني نماذج
متنوعة ومختلفة جدا. من الأعمال أيضا التي لم نشاهدها بعد فدوى طوقان. نعم. أديت شخصية فدوى طوقان. أول شيء كيف علاقتك بشعر فدوى طوقان؟ هل أنت يعني للأسف الشديد يعني بعترف وبصراحة أني قرأت شعر فدوى طوقان لما أوكل إلي الدور يعني جديد. طب مين من شعراء فلسطين تارك أثر عندك؟ هو الأثر اللي تاركه رح يبقى إلى لحد ما أموت محمود درويش. محمود درويش يعني بالنسبة لي ساكنني فعليا ساكنني. ليه؟ يمكن سؤال مش يعني مش بديهي انه كتار إيه كتار كتار اللي ممكن يقولوا اللي عم انه ساكنهم. ولكن كمان ليه؟ نسمع منك انه ليه؟ هو كتير صعب السؤال يعني فعلا صعب لانه انا احكي رأيي او احكي ليش ساكنني لا. محمود درويش يمكن مستحيل اقدر يعني ما فيش كلام. ساكنك محمود كلام. درويش ولا شعر محمود درويش؟ شعر محمود درويش ومحمود درويش كمان. انا بحاول اعمل سؤال خبير لا فعلا. محمود درويش محمود درويش وشعر محمود درويش بس فعلا صعب اصيغ بكلام باي كلام شعر. سلطانة يعني. عم توعدينا انه عمل ممتع قبل ما نشوفه. نعم. فدوى طوقان. فدوى طوقان ما بعرف مش قادره يعني بقدرش احكي انه عمل رح يكون مهم جدا وما بقدر احكي انه عمل ينقصه اشياء لانه مين اخرجه لازم يعني لازم نخلص شغلنا عليه هلا عم يعني كان في مخرج بالاول بدا معنا وصار في اشكاليه تتعلق فيه هو المنتج او المنتج المنفذ هلا عم بيخرجه الاستاذ سهيل الياس وهو طبعا من المخرجين والممثلين والسيناريو للشاعر الرسمي ابو علي رسمي ابو علي نعم النص فما بقدر مش قادره احكي لك تصور لكن انا جاهزه لانه حطيت يعني لما امثل او اجسد دور فدوى طوقان فمعناته انا حطيت حالي في مجال انه اسمع كل وجهات النظر. في ما لم نشاهده لك بعد عائله ابو عواد الجزء الثاني هذا والله جزء يمكن العاشر بس هو متوقف من تقريبا 10 سنوات العمل. كمان انا يعني عم اقول الجزء الثاني قصدي المرحله الثانيه يعني نحن نعم. كنا حتى بقرانا انا بتذكر كان التلفزيون الاردني يعني يلتقط بالصيف البث قبل الفضائيات نعم. كنا نشوف ابو عواد نعم. فالمرحله الثانيه من ابو عواد حضرتك موجوده فيها. حضرتي موجوده بدور زوجته الثاني لابو عواد لانه لا يمكن انه انسى انه او ينسى الناس دور